صباحكم سعيد مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم الى معرض الصحافه نقدمه لكم مباشره من استديوهات الشروق الاخباريه. الشروق اليومي تاتيكم بثلاثه عناوين رئيسيه في القضاء ايضا في الرياضه كذلك. اذا مشاهدينا تقرؤون صدر صفحتها الاولى سبيسيفيك امام القضاء، الطاهر ميسوم يواجه تهم اخفاء عائدات اجراميه وتبييض أموال. تفاصيل هذا الموضوع في يومية الشروق الصادرة لنهار اليوم، وتقرؤون مشاهدينا حيث تعود هذه اليومية إلى الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة السنة الجديدة والتي بثت على التلفزيون الجزائري. إذا مواصلة التغيير والارتقاء إلى مستوى أعلى خلال سنة 2023. والفريق أول شنقريحة استعراض عيد الاستقلال أكد للجزائريين أن البلد أو بلدهم في أيادي آمنة. وتقرؤون مشاهدينا في الرياضة عروض عديدة لديلور وبن طالب وأسهم تغاي في ارتفاع. في تفاصيل هذه اليومية تأتيكم هذه المقالات في مختلف القطاعات على النحو التالي، ونفصل في هذا المقال في الصفحة الثالثة. رئيس تبون 2023 لمواصلة التغيير والارتقاء إلى مستوى أعلى، حيث هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت الشعب الجزائري بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023، معربا عن تمنياته في أن تكون سنة تتجسد فيها أماني الشعب مع مواصلة التغيير نحو الأفضل. وفي كلمة له بالمناسبة بثها التلفزيون الجزائري، قال الرئيس تبون: يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته هذه السنة من أحداث وقرارات ومن مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. إذا في تفاصيل مقال آخر مشاهدينا هذه المرة، حيث وقفت هذه اليومية عند إفراج الديوان الوطني للحج والعمرة رسميا عن دفتر شروط المشاركة في تنظيم المناسك مناسك الحج لموسم 2023، وعنونت هذا المقال كاتبة: المعنيون بتنظيم حج 2023 مطالبون بجلب السياح والأجانب. وفق ما يتضمنه دفتر شروط تنظيم موسم الحج والذي تحصلت الشروق على نسخة منه، فرض الديوان الوطني للحج والعمرة على أصحاب الوكالات السياحية الراغبين في المشاركة تقديم وثيقة تثبت التمتع بخبرة في استقطاب السياح الأجانب والتكفل بالسياح المحليين وممارسة المهنة لمدة 7 سنوات على الأقل، وهو ما لم يكن مفروضا من قبل. تقرؤون مشاهدينا عناوين رئيسية تأتيكم في يومية المساء والتي تطرقت هي الأخرى إلى رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، التغيير نحو الأفضل متواصل، 2023 سنة الاستثمارات وتراكم الخيرات والارتقاء بالجزائر. تقرؤون مشاهدينا في شأن آخر نهاية عهد تسييس النقابات، غرامة ب 20 مليون ضد مسيسي النقابات و5 ملايين لانخراطات أجنبية غير مرخصة. وعلى رأسي الصفحة الأولى تقرؤون: التجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة، الفريق أول شنقريحة يهنئ أبناء الجيش الوطني الشعبي. وتقرؤون أيضا مشاهدينا فيما يخص الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بتنظيم حج 2023، إقصاء الوكالات السياحية المدانة لدى الضرائب. تقرؤون في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال المعنون كالتالي:
التجند لكسب رهان الجاهزية. هنأ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، داعيا إياهم إلى ضرورة إدراك حجم التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة والتجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة. تقرؤون أيضا مشاهدينا مقال آخر في هذه اليومية وجاء في تفاصيله: بناء على التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الحق النقابي الذي تحوز المساء على نسخة منه، فإن ممارسة النشاط النقابي سيتعارض مستقبلا وممارسة أي نشاط سياسي، وسيكون منحصرا في المطالب الاجتماعية والمهنية، وسيكون النقابيون مجبرين على الاختيار بين السياسة والنشاط النقابي. كما منع مشروع القانون الجمع بين وظيفة إدارية والممارسة النقابية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة وضع مفهوم جديد للعمل النقابي. أخبار اليوم مشاهدينا تطرقت هي الأخرى في عددها الصادر لنهار اليوم إلى رسالة رئيس الجمهورية إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، وعنونت بالبنطي العريضة: الرئيس يأمل مواصلة التغيير نحو الأفضل. وعادت هي الأخرى أيضا إلى تهنئة الفريق أول شنقريحة الجيش الوطني، أفراد الجيش الوطني الشعبي والذي دعا إلى التجند من أجل كسب رهان الجاهزية الدائمة. وتقرؤون مشاهدينا ضمن يومية النصر الصادرة بتاريخ اليوم وفي افتتاحيتها: 2023 سنة مواصلة التغيير نحو الأفضل، ونتوقع تزايد إقبال السياح الأجانب، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر. تقرؤون: مختصون يحذرون من استغلال البيع الإلكتروني للتخلص من المخزون، على رأس الصفحة الأولى. أما المسار العربي فتطرق في افتتاحيتها صدر لنها اليوم إلى حصيلة حوادث المرور التي سجلت خلال احتفالات نهاية السنة، ويأتيكم هذا العنوان صدر صفحتها الأولى: عدة حوادث في الطرقات نهاية السنة أسفرت عن وفاة 12 شخصا وإصابة أزيد من 230 آخرين خلال 24 ساعة. ووزير المالية يوجه تعليمات للإسراع برقمنة النظام المصرفي ونشر الصيرفة الإسلامية في قطاع المالية. وفي تفاصيل مشاهدينا هذا العنوان الرئيسي يأتيكم هذا المقال: قامت وحدات الحماية المدنية ب 175 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2022 إلى غاية الفاتح من جانفي 2023. خلفت هذه الأخيرة وفاة 12 شخصا وإصابة 239 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، وتم التكفل بهم في عين المكان ونقل الجرحى إلى المصالح الاستشفائية. أثقل حصيلة سجلت بولاية أدرار بوفاة 7 أشخاص مجهولي الهوية لحد الساعة، منهم رعايا أفارقة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وإصابة 5 آخرين. تقرؤون مشاهدينا في الصحافة العالمية وفي الصحافة العربية منها وفي العربي الجديد الذي عنونت سطر صفحتي الأولى: ألغام اليمن حرب بلا هدنة. وفيما يخص حرب أوكرانيا، روسيا تدافع عن قصف المدنيين. تقرؤون أيضا أسفل الصفحة الأولى حيث تعود هذه اليومية إلى الحدث على المستوى العالمي: ارتفاع حصيلة كورونا في الصين خلال الأيام
الأخيرة وارتفاع حصيلة الوفيات خاصة، وتعنون كورونا قيود جديدة على الوافدين من الصين فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من بينها إجبارية تقديم كشف عن فيروس كورونا. تقرؤون مشاهدينا في الصحافة الأجنبية والفرنسية منها، حيث اخترنا لكم يومية لو باريزيان للتفصيل فيها، وجاء في صدر صفحتها الأولى كعنوان رئيسي: الفضاء، اللقاح والمناخ، الأخبار السارة في العلوم قادمة. تقرؤون مشاهدينا في صحافة البريطانية، اخترنا لكم عدد The Guardian للتفصيل فيه، والذي عاد هو الآخر إلى الحدث في بريطانيا، وهو الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة منذ أشهر، وعنوان الغضب من خطط الوزراء لخفض جديد للأجور بالقيمة الحقيقية لموظفي الصحة العمومية ببريطانيا. بهذا نختم وإياكم عدد اليوم من معرض الصحافة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.